في كتير طرق وفي حياتك وفي ناس وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بآلام وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة، هو الطريق. أعزائي المشاهدين، سلام ونعمة للجميع أينما كنتم. نرحب بكم في قناة الطريق الفضائية وبرنامج مصيرك بإيدك. نرحب بك أيضا، تقدر تشاركنا عن طريق الفايبر مباشرة، فيك تتصل فينا عندك أي مداخلة أو أي سؤال أو طلبت صلاة، فأهلا وسهلا في الجميع. اليوم رح نتكلم في موضوع مهم جدا جدا، ألا وهو علامات مجيء المسيح الثاني. أسبوع اللي فات نحن حكينا عن موضوع مجيء المسيح، وحطينا بعض الأسئلة وردينا عن الأسئلة، هل سيأتي المسيح؟ ومتى سيأتي المسيح؟ وكيف سيأتي المسيح؟ وردينا على الأسئلة. اليوم رح بنعمة المسيح نحكي عن موضوع هام جدا، عن علامات مجيء المسيح الثاني. ما هي علامات مجيء المسيح الثاني؟ نحن نعرف أنه اليوم العالم كله عايش في قلق وخوف بسبب الظروف، والحقيقة أنه سنة 2020 مع أنه بدأت من 3.5 شهور تقريبا، لكن ظهر في هذه السنة أحداث كتير والناس بدأت عليها القلق والخوف، إنه سنة 2020 هي سنة المصائب. لكن خلونا مع بعض اليوم نتأمل في علامات مجيء المسيح الثاني. راح أقرأ من رسالة بولس الرسول إلى تيموثاوس، رسالة بولس الرسول إلى تيموثاوس الثانية والأصحاح الثالث بيقول فيه: ولكن أعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، مثل ما عم نشوف اليوم في العالم، لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دنسين، بلا حنو، بلا رضا، ثالبين، عديمي النزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين، مقتحمين أي وقحين، متصلفين أي مدعين، محبين للذات دون محبة الله، لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. فأعرض عن هؤلاء، فأنه من هؤلاء هم الذين يدخلون البيوت ويسبون نسيات محملات خطايا
منساقات بشهوات مختلفة يتعلمن في كل حين ولا يستطعن أن يقبلن إلى معرفة الحق أبدا. هذه الصفات هي فعلا صفات الأيام الأخيرة التي نعيشها نحن اليوم. طبعا مجيء المسيح مش مرتبط بحوادث اللي عم تحدث اليوم، مثل ما قلنا سنة 2020 كانت كوارث، حوادث، حروب، أوبئة، مجاعات، كلها موجودة، لكن ارتباط مجيء المسيح ليس بالحوادث ولا بالكوارث، لكن حسب كلمة الله هناك علامات تثبت مجيء المسيح الثاني. ونحن نعرف بدأت سنة 2020 بكوارث عدة، مظاهرات في لبنان، مظاهرات في العراق، في إيران، حرائق بأستراليا، مقتل رئيس الحرس الجمهوري الإيراني، وحوادث وحوادث أخرى، وحروبات، الحرب على سوريا من قبل تركيا، وإلى آخره من حوادث اللي عم تحصل. والشرق الأوسط اليوم في حالة اضطراب وفي حالة قلق، وكل ما تحدث أي كارثة أو أي مشكلة أو أي شيء، مباشرة بتبدأ الكلام أنه بدأت النهاية، وهاي هي نهاية العالم، وهاي هي نهاية الأيام ونهاية الأزمنة. وطبعا الناس بتوجه أي كارثة، بتوجه إصبع الاتهام مع كل أسف إلى الله، لكن نحن نعرف أنه كل ما يحدث في العالم هو سببه الإنسان نفسه وشر الإنسان. الله بريء من كل ما يحدث في هذا العالم. كل ما يحدث في هذا العالم هو سببه شر الإنسان، والله بريء. الله ممكن يسمح، الله لا يجرب بالشرور، والله لا يأتي بالمصائب ولا يأتي بالكوارث. ممكن الله يسمح بتجربة لكي يرجع الإنسان ويتوب عن طرقه الرديئة. لكن مشان ما أطول عليكم وناخذ بعض النقاط الأساسية التي تكلم عنها الكتاب المقدس عن علامات مجيء المسيح الثاني. طبعا الكتاب المقدس مليء بالعلامات انه الرب قريب، الرب قريب جدا. لكن قلنا في الحلقة القادمة امتى سيأتي المسيح، هذا السؤال لا يعرفه الا الله وحده. التوقيت ما حدا يعرفه الا الله وحده. لكن العلامات التي تسبق مجيء المسيح، ممكن نأخذ بعض العلامات. الأسبوع اللي فات أنا أخذت ثلاث علامات عن مجيء المسيح الثاني. قلنا ازدياد المعرفة، ونشوف اليوم كله التكنولوجيا والميديا والصعود إلى الفضاء وازدياد المعرفة، وهذا مأخوذ من سفر
من سفر دانيال الأصحاح 12 والعدد الأربعة: كثيرون يتصفحون والمعرفة تزداد، وهي أحدى علامات مجيء المسيح الثاني. وأيضا ازدياد الخطية، قلنا أنه لكثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين في متى 24 والعدد الثاني. وأيضا ازدياد الكرازة في متى 24 والعدد 14 يقول: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة ثم يأتي المنتهى. وقلنا أنه اليوم ما أكثر الميديا وما أكثر القنوات المسيحية والفضائيات التي تنشر رسالة المسيح لكل العالم، لكل العالم. لكن راح نأخذ أيضا علامة أخرى من علامات مجيء المسيح، العلامة الرابعة، وهي شجرة التين. شجرة التين في متى 24 والعدد 32 يقول: فمن شجرة التين تعلموا المثل، متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب. شجرة التين الحقيقة هي ترمز إلى الأمة اليهودية، شجرة التين. نتذكر مرة أن الرب يسوع المسيح يقول: جاع، أتى إلى شجرة التين، أراها مثمرة أغصانها خضراء لكن لم يجد فيها أي ثمر. وهي ترمز إلى الأمة اليهودية. الأمة اليهودية هو كانت لما اجى المسيح شاف التدين لكن لا يوجد اي ثمر، تدين ظاهري لكن بعيدين كل البعد عن الله وعن تعاليم الله وعن الحياه مع الله. شجره التين مثل ما قلنا ترمز الى الامه اليهوديه، المقصود باخراجها بافراخها اي هي اغصانها تبدا تخضر، هي نهضة وإنعاش هذا الشعب اليهودي. الآن أصبحت اليهودية كيان سياسي ودولة تسمى باسمها القديم أي إسرائيل، معترف عليها من قبل هيئة الأمم المتحدة. وهذا إحدى العلامات من مجيء المسيح، عندما تبدأ الأمة اليهودية تأخذ مكانها وتصبح كدولة وهيئة معترف عليها من الأمم المتحدة، لها حكومة ولها جيش ولها كيان ولها سفراء ولها وزراء ولها كيان كامل. وأيضا من العلامات أيضا الأمة اليهودية عم يحاولوا انه يجعلوا اورشليم هي العاصمه بدل من تل ابيب، عاصمه ويضموها لمين؟ الى اسرائيل. وهيك كان مكتوب في النبوءات. ولما يذكر الرب يسوع المسيح اخراج الاوراق، ليس هنا يشير الى الثمر أو الرجوع إلى الله، بل إلى الرجوع السياسي، الرجوع السياسي وليس الرجوع الديني. عندما تثمر سياسيا وليس رجوعها إلى الله. سيبنون مرة أخرى، عم بيحاولوا اليوم يبنوا الهيكل من خلال هذا الروح السياسي، ويمارسون طقوسهم الناموسية حسب برهم الذاتي. فشجرة التين هي أحدى العلامات، متى؟ فمن شجرة التين تعلموا المثل. وبدأت الـ إسرائيل أو الأمة اليهودية تصبح دولة وتصبح كيان سياسي، وهي أحدى علامات مجيء الرب يسوع المسيح. العلامة الخامسة
هي مكتوب انه تسمعون بحروب واخبار حروب في العدد السابع من متى 24. تعرف متى 24 يحكي عن علامات مجيء الرب يسوع المسيح، وهو نفسه الرب يسوع المسيح يحكي عن هذه العلامات، حروب واخبار حروب. الحروب تزداد أمة على أمة ومملكة على مملكة، والعالم عم يزداد سوء. ومثل ما حكينا في البداية، نشوف أنه اليوم الشرق الأوسط دمار، الشرق ملتهب في ليبيا وفي اليمن وفي العراق وفي إيران وفي سوريا ولبنان وكل دول الشرق. اليوم مع كل أسف وشيء اللي حزن، انه حروب ودمار والعالم موجود اليوم في قلق وحيرة وخوف. حروب، تسمعون بحروب واخبار حروب، وامة تقوم على امة ومملكة على مملكة، وصراع اليوم نشوفه في بلادنا شرق الأوسط. المظهر السادس من أو العلامة السادسة من علامات مجيء المسيح هي ظواهر أدبية، فجور، شذوذ. نشوف اليوم المثيلي الجنسيين عندهم احتفالات خاصة، يطلعوا بالشوارع ويحتفلوا ويفتخروا في الفجور تبعا وفي الشذوذ تبعا، مثل ما مكتوب في روميا الإصحاح الأول والعدد 18 يقول: لأن غضب الله معلن من السماء على فجور الناس واسمهم. غضب الله معلن، كما أيضا مكتوب كما في لوقا 17: كما في أيام لوط. كيف كانت تعيش حتى أمطر الله على سدوم وعمورة بسبب الشذوذ والفجور التي كانت في سدوم وعمورة؟ مظاهر أدبية، أخلاق، فجور، وأيضا شذوذ. هناك مظاهر أيضا من العلامات، مظاهر شخصية. مظاهر شخصية في تيموساوس، مكان اللي قرأنا تيموساوس الثاني العدد الإصحاح الثالث والعدد الثاني، يقول: محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين. ظواهر شخصية. الإنسان ما عاد عنده مخافة الله، صار عنده محبة للمال دون محبة الله، وأيضا متكبر ومجدف على اسم الله. هناك ظواهر أيضا، ظواهر أخلاقية. ظواهر أخلاقية يقول: دنيسين، بلا حنو، بلا رضا، سالبين، عديمي النزاهة. سالبين أي دائمي الشكوى والمذمة، مثل صفة من صفات عدو الخير، المشتكي نهارا وليلا. صفة من صفات الأيام الأخيرة، مثل ما قرأنا: ولكن أعلم أن هذه في الأيام الأخيرة. هناك صفات، أكثر من 19 صفة يذكر بولس الرسول لتيموساوس عن صفات الأيام الأخيرة. دنسين، بلا حنو، بلا رضا، سالبين، عديمين نزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين أي وقحين، متسلطين، وأيضا أي مفتريين ومدعين. صفات، ظواهر أخلاقية. هناك أيضا صفة أخرى من العلامات
الأيام الأخيرة ظواهر عائلية يقول غير طائعين لوالديهم. اليوم العلاقة صار تفكك الأسري موجود، غير طاعة للوالدين، حتى العلاقة بين الأخوة بدأت العلاقة تبرد مثل ما قلنا لكثرة الاسم، تبرد محبة الكثيرين. العلاقات الاجتماعية والعلاقات الأخوية القريبة بدأت أيضا في برود وفي انقسامات وفي مشاكل عائلية، ظواهر عائلية، وأيضا هناك ظواهر صحية، مجاعات وأوبئة، مجاعات ويكون أوبئة ومجاعات. تعال نشوف اليوم ما أكثر الأوبئة اللي مرقت خلال السنوات اللي فاتت. الأيدس، إيبولا، إنفلونزا الطيور، إنفلونزا الخنازير، السرطان، إنفلونزا الطيور، وما أكثر وأكثر الأوبئة، السكري، اللي أكثر من 70 ل 80% من الناس اليوم عندهم مرض أوبئة. وهلا حديثا ظهر الوباء الأخطر اليوم في العالم، وهو كورونا. كورونا اليوم العالم مرعوب، العالم في حيرة وقلق بسبب هذا المرض سريع الانتشار. بدأ على مستوى الحكومات وعلى مستوى الوزارات وعزل المدن وعزل الدول وعزل المناطق وتسكير المطارات. ومثل ما قلنا انه اليوم العالم كله في خوف، وباء أتى في السر وبدأ يعمل في السر. حتى الاقتصاد العالمي اليوم في خطر. السفر من دولة لدولة ومن مدينة لمدينة بدأت تعزل المدن وتعزل الدول وتعزل المناطق بسبب انتشار هذا الوباء. وأنا سمعت من كثيرين أنه الله أرسل هذا الوباء. الله لم يرسل هذا الوباء إلى العالم، مثل ما قلنا ما يزرعه الإنسان إياه أيضا يحصد. الله ممكن يسمح حتى الناس تتوب وترجع إلى الله وترجع عن طرقها الرديئة، مثل ما قال في أخبار الأيام الثانية الإصحاح السابع: إذا تواضع شعبي ورجع وتاب عن طرقه الرديئة أسمع من السماء. فممكن تكون علامة لكي يتوب الناس، ممكن عشان يرجعوا لمين؟ يرجعوا إلى الله. ظواهر صحية أوبئة وأيضا مجاعات. هناك أيضا ظواهر جغرافية، زلازل، انحباس الحراري، تلوث البيئة، كوارث، تسونامي اللي راح ضحيته أكثر من 230 ألف شخص عام 2004،
وايضا تسونامي اليابان عام 2011 سقط اكثر من 20 ألف شخص. ظواهر جغرافية، سيول، كوارث، تسونامي، وأيضا عندنا علامة أخرى من علامات مجيء المسيح الثاني، ظواهر إيمانية. ظواهر إيمانية، الرب نفسه عندما سأله التلاميذ متى يكون مجيئك وانقضاء الدهر، في لوقا الإصحاح 18 والعدد 8 يقول: ولكن متى جاء ابن الإنسان لعله يجد إيمانا على الأرض. ظواهر إيمانية، لهم صورة تقوى، تدين كاذب، تدين مزيف، ظواهر إيمانية، تدين وأيضا فتور روحي. فتور روحي، أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا أو حارا، وهكذا لأنك فاتر أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. ظواهر إيمانية، تدين وأيضا فتور روحي والبعد عن الله والإلحاد، وهي إحدى العلامات الأكثر علامات الموجودة اليوم في عالمنا، البعد عن الله. ظواهر إيمانية، لكن في علامة أخرى يقول: كما في أيام نوح، أي قوم مستهزئون، كما في أيام نوح قبل الطوفان، كانوا يأكلون ويشربون، يزوجون ويتزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأهلك الجميع. هكذا يكون مجيء ابن الإنسان. قوم مستهزئون، في بطرس الثانية الإصحاح الثالث والعدد الثالث يقول: عالمين هذا أولا، سيأتي آخر الأيام قوم مستهزئين سالكين حسب شهواتهم قائلين أين موعد مجيئه. قوم مستهزئين يستهزئوا في مجيء الرب، لكن هالعلامات كلها هي موجودة اليوم في عالمنا. السؤال: هل أنت مستعد؟ هل أنت مستعد؟ ضل عندي دقيقتين. لو اليوم إجا المسيح، هل أنت مستعد؟ هل أنت جاهز؟ وبطرس الأولى الإصحاح الرابع والعدد السابع يقول: وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت. ما هو الواجب علي؟ نهاية كل شيء قد اقتربت. يقول: فتعقلوا وأصحوا للصلوات. نهاية كل شيء قد اقترب. وأيضا الرب يسوع المسيح نفسه قال: اسهروا إذ لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم، لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. الاستعداد، هل أنت مستعد اليوم لو إجا المسيح؟ هل راح تكون مع موكب الاختطاف
لملاقات الرب في الهواء. الرب يسوع المسيح في متى 25 يحكي عن 10 عذارى، 10 عذارى، خمس حكيمات وخمس جاهلات. الحكيمات رمز للمؤمنين المستعدين والجاهزين واللي عند الرجاء للقاء مع المسيح، وأيضا الجاهلات البعيدين عن الله. أنت من أي نوعية؟ أنت من الحكيمات أو من الجاهلات؟ سؤالي اليوم لألك، إذا ما كنت أنت اليوم مستعد وعندك هذا الرجاء، تقدر تصلي معي الصلاة. قل له يا رب يسوع ارحمني، أنا إنسان خاطئ، أنا آتي إليك اليوم يا رب وسلمك حياتي بالكامل، أقبلني يا رب كما أنا، اجعلني يا رب من أولادك واجعلني من شعبك في اسم المسيح، آمين. عزيزي المشاهد، ننهي حلقتنا اليوم ونلتقي الأسبوع الجاي بنعمة المسيح الرب مع الجميع. في كتير طرق وسط الحياة